لا يزال مصير العاملين بصفة أجور يومية في القطاع الصحي بالبصرة مجهولا، الأمر الذي دعا إلى خروجهم للتظاهر وإغلاق بوابة دائرة الصحة أمام الموظفين والمراجعين بهدف الضغط على الجهات المعنية للنظر بقضيتهم وعدم تسويف مطالبهم. احنا مطالبنا هي مستحقات 2020 ومستحقات 2022 وبالاضافه الى العقود الوزاريه، لان احنا عندنا موافقات من الامانه العامه ووزاره الماليه، وعندنا موافقه طلب حاجه من مدير صحه البصره، بس تم تهميشنا من قبل وزير الصحه، وبالاضافه الى عندنا كتب رسميه كلها من قبل محافظ البصره. مطالبنا قبل سنتين نحكي بيها، تريد لك واحد يعني لا محافظ مشى ويانا عدل، لا مدير دائرة صحة البصرة دكتور عباس التميمي مشى ويانا عدل، يعني مطالبنا سنة 2020 اطلنا 3 اشهر وبقن 9 سكتنا، داومنا وبائيات، داومنا بأعز كورونا بأعز يومها داومنا بيها. المتظاهرون طالبوا بتحديد مصيرهم كونهم لم يتسلموا جزءا من مستحقاتهم المالية لعام 2020، بينما لم يستحصلوا الموافقات الرسمية لتحويلهم إلى عقود أسوة بأقرانهم في الدوائر الأخرى، فضلا عن تجدد مخاوفهم بعدم إدراج رواتبهم ضمن الموازنة المالية المقبلة. أنت لا من مخلي راتبي جاري تعطيني إياه ومسكتني، ولا من مسويني عقود، أنت لا هاي ولا هاي، زين أنا شلون أعيش؟ اليوم 4000 عائلة بصرية، إحنا عددنا 4000 تعرف أنت، 4000 عائلة بصرية اليوم ما تعرف شو تسوي يعني. يعني إذا ظلت على الموازنة، على الموازنة ماكو قرار الموازنة، أنت تعرف الأمس شفنا كل إحنا بوسائل التواصل الاجتماعي بالبرلمان تعاركوا، زين شلون تقرر الموازنة؟ للأسف هالمرة وزارة الصحة لم تنصفنا، رغم الموافقات من الوزارة المالية ومن رئاسة الوزراء، ولكن وزارة الصحة لم تقدم لنا إلا الظلم والاستبداد من حيثيات الالتزام بقرار 315 والأمر الإداري الصادر من رئاسة الوزراء. وسبق للحكومة المحلية في البصرة أن بادرت بتعيين 30,000 شاب وشابة لمختلف التخصصات بأجور يومية وتوزيعهم على دوائر الدولة بعدما تكفلت بدفع رواتبهم من واردات البترودولار، قبل أن تصطدم بحجم المستحقات المالية عن البصرة وتحميل الدوائر مسؤولية دفع رواتبهم. على الرغم من الحاجة الفعلية لخدمات هؤلاء الموظفين، إلا أن مصيرهم لا يزال مجهولاً وسط تسويف المسؤولين لقضيتهم. أثير العبادي، وان نيوز، مدينة البصرة.